رئيس السيسي يؤكد ضرورة استثمار طاقات الشباب غير المحدودة في بناء الوطن. الجاليات الجزائرية بالخارج تصوت اليوم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة. قبل أيام من الانتخابات البرلمانية البريطانية تقلص الفارق بين حزبي المحافظين والعمال. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية اليوم مع جمانة ماهر. جمانة أرحب. أهلا بك نانسي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه الجولة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بناء جهاز إداري كفء، وجاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة التخطيط. وفي اجتماع آخر برئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب بمختلف المحافظات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا، وإنما هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور. السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع في ذات السياق على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة من خلال مشروعات وبرامج تساهم في تطوير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا سيادته ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، ومن ثم ضرورة استثمار ما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن، لا سيما من خلال وضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، وذلك في إطار الأولوية المتقدمة التي يمثلها قطاع الشباب في سياسة الدولة وبرامجها لكونهم عماد المستقبل وصمام أمان الوطن. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية. هذا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات وإسهامات في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية والإقليمية والدولية. هذا ووجه الرئيس السيسي بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
نجحت العديد من الفرق الرياضية في تحقيق إنجازات قارية وعالمية عدة. المزيد في سياق العرض التالي. أكد وزير الخارجية سامح شكري تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، وخلال لقائه بابا الفاتيكان فرانسيس أشاد شكري بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدى الأعوام الماضية. ونقل شكري للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة. هذا واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر، من بينها رميات مدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية وتأمين سفينة ذات شحنة استراتيجية مهمة وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد الفريق محمد أبا علي صلاح، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد أمني. ورحب وزير الداخلية خلال اللقاء بتطوير التعاون الأمني مع تشاد، خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة التشادية، انطلاقا من حرص مصر على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية. هذا وأكد الجانبان على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية. وصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 294 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1158 قطعة سلاح ناري، من بينها 212 بندقية و111 بندقية آلية و108 طبنجة و753 فرد محل الصنع وواحد جيرونوف وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، بلغت 1814 طلقة متنوعة، إضافة ل 1681 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخا لمبدأ زيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 529,968 حكما قضائيا، من بينها 2,135 حكم جناية و 187,736 حكم حبس و 260,538 حكم غرامة و 79,559 حكم مخالفة.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 25 تشكيلا عصابيا ضموا 83 متهما قاموا بارتكاب 145 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 46 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 78 متهما، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1298 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1448 متهما وبحوزتهم أكثر من 205 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 290 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 20 كيلوغرام وكمية من الاستروكس بلغت ما يقرب من 13 كيلوغرام وعدد 29347 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى احترام الطابع السلمي للمظاهرات مشددا على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون. وأضاف الرئيس العراقي في بيان أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة الخارجين عن القانون وإحالتهم للقضاء. هذا ودعا صالح جميع العراقيين إلى الوحدة بما يصون السلم الأهلي. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ضرورة منع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وأدان الحلبوسي الاعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك بوسط بغداد، مطالبا الحكومة العراقية والقوات الأمنية بالاطلاع بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين. في ذات السياق، طلب تحالف سائرون بالعراق الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات أحداث جسر السنك، ودعا تحالف سائرون في بيان له بمقر البرلمان القوى المختلفة بعدم الإنجرار وراء تلك المخططات والعمل على وأد الفتنة التي تريد إشعالها قوى الظلام. حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين، وفي تغريدة له قال بومبيو إن هناك تقارير جديدة ترجح تعرض المتظاهرين العراقيين لهجمات وشيكة، مطالبا قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات التي وقعت وسط بغداد ومقاضاتهم. في سياق متصل، لا تزال ردود الفعل المنددة بالهجمات التي شهدتها ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة العراقية بغداد تتواصل، خاصة مع ارتفاع حصيلة الضحايا. المزيد في سياق هذا التقرير. في بغداد لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الرصاص بعدما استهدف مسلحون مجهولون المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بإصلاحات، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم. الهجمات التي استهدفت المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد وصفت بالأكثر دموية منذ بدء شرارة الاحتجاجات في العراق، ما دفع مفوضية حقوق الإنسان العراقية إلى مطالبة قوات الأمن بالحفاظ على حياة المتظاهرين، مشددة على ضرورة إعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. أما الداخلية العراقية فقد أكدت أن مهمتها تتركز على حماية المتظاهرين مهما كانت أعدادهم،
مؤكدة فتح تحقيق في وقائع إطلاق النار. هجمات بغداد لاقت تنديدا دوليا واسع النطاق، خاصة مع زيادة حصيلة الضحايا بالطراد. فالسفارة الأمريكية في بغداد وصفت أحداث جسر السنك وساحة الخلان بالمروعة، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي الهجمات. أما السفارة الفرنسية في العراق فقد أدانت الهجوم الذي وصفته بالمميت، وشددت على ضرورة الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وإحالتهم إلى العدالة. بدورها أدانت بريطانيا قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم، كما وصف الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره في العراق الأحداث بجرائم القتل. مشهد أمني آخذ في التصعيد يقابله مشهد سياسي لا يقل صعوبة، مع عدم وجود مؤشرات على أي تقدم في المشاورات الحكومية في ظل تمسك الأحزاب العراقية بجميع امتيازاتها من ضمنها حصصها في التشكيلة الحكومية الجديدة. وإلى الشأن الجزائري، حيث تستأنف الجاليات الجزائرية اليوم عمليات التصويت في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التي تجرى في الداخل يوم 12 من ديسمبر. وفي مصر سارت عمليات التصويت في اليوم الأول بسلاسة، حيث أقامت السلطات مقرين انتخابيين للمواطنين الجزائريين في القاهرة والإسكندرية للتسهيل عليهم. استحقاق ديمقراطي في القنصلية الجزائرية بالقاهرة التي تشهد انتخابات الرئاسة بعد احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية والسياسية. توافد كبير من أبناء الجالية الجزائرية البالغ عددهم 2620 ناخب، ولا تزال الصناديق في انتظار المزيد يوميا حتى الخميس المقبل من 8 صباحا حتى 6 مساء. احنا محتاجين من الرئيس الجديد ان شاء الله يلبي مطالب الشباب، والمطالب ان شاء الله تكون محققة ان شاء الله يا رب. اتمنى من الرئيس الجزائري الجديد ان هو يقوم بتلبية كل طلبات الشعب الجزائري. والله احنا عايزين يعني يصلح البلد، عايزين كذا حاجة كتير يعملها لنا، يعني للشباب، تشغيل الشباب، في حاجات كتير عايزين يعملها. دقيقة تقريبا هي الفترة التي يحتاجها التصويت، ففي البداية يبرز الناخب هويته للتأكد من أحقيته في التصويت، بعدها يختار بطاقة واحدة من ضمن 5 بطاقات مدون عليها أسماء المرشحين في سرية، ليضع البطاقة بعدها في صندوق محكم الغلق، لتنتهي العملية بوضع الإصبع في الحبر الفسفوري للتأكد من عدم تكرار عملية التصويت. مصالح السفارة سخرت كل الإمكانيات، وللحمد لله والمنة العملية تجري في ظروف حسنة وستستمر 6 أيام إلى يوم الخميس. القنصلية الجزائرية قامت على مدى الأيام السابقة بتعليق إعلانات عن موعد التصويت في الانتخابات والتواصل مع أبناء الجالية في مصر لدعوتهم للمشاركة في اختيار رئيسهم القادم في ممارسة ديمقراطية تقود الجزائر إلى بر الأمان. هذا الصندوق هو واحد من ضمن المئات الذي سيحدد الرئيس الجزائري القادم، والذي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تحقيق أمال الشعب الجزائري. شيرين مجدي، أكسترا نيوز. أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عزمها صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة بالداخل يوم الخميس المقبل، وحذرت السلطة الجزائرية كل من يعمل على المساس بإرادة الشعب، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين والمرشحين على حد سواء. رفض سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة رد على أسئلة المحكمة حول قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه، ومثل سعيد بوتفليقة أمام القضاء بعدما طلب قاضي الجلسة إحضاره من السجن العسكري حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة المساس بأمن الدولة وسلطة الجيش للاستماع لأقواله كشاهد. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بوتفليقة منذ أحالته إلى القضاء العسكري في الرابع من مايو الماضي.
كشفت وسائل إعلام تركية أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو أنها استعداداته لإطلاق حزبه السياسي الجديد، وهو بصدد وضع اللمسات الأخيرة مع مستشاريه للنظام الداخلي والشعار الخاص بالحزب. هذا ورشحت مصادره أن يبصر الحزب الجديد النور الأسبوع القادم. أظهر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب أن تركيا لا تزال نقطة عبور للمسلحين الأجانب الذين يتطلعون للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابية. كانت الخزانة الأمريكية قد صنفت في سبتمبر الماضي تركيا من الدول التي تمثل ملاذا لخطط تمويل الإرهاب. في سياق متصل، أظهرت إحصاءات حكومية رسمية في تركيا ارتفاع عدد السجناء إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون 5 المحبوسين. ونقلت صحيفة حريت التركية عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر لعام 2018 نحو 264 ألف سجين. ومع هذه الأرقام أصبحت تركيا ثاني أكبر دولة فيها سجناء تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 36 دولة. أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا رفضها للاتفاقية الموقعة بين رئيس مجلس الوزراء فايز سراج وتركيا، وأكدت الهيئة في بيان لها رفضها التدخل التركي في شؤون ليبيا، مشددة على أن هذا التدخل يعد تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا لسيادتها. أضاءت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مقرها الرئيسي باللون البرتقالي تضامنا مع حملة 16 يوما التي بدأت يوم 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة. من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أن هذه الخطوة تمثل رسالة رفض من الجامعة لكل أشكال العنف ضد المرأة. الواقع يعني احنا بنحتفل بوسط الاسبوعين، هم الاسبوعين بدوا الاسبوع الماضي اللي هم حمله دوليه ل 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه. الان احنا لاول مره احنا حبينا الجميع يشاهد معنا اضاءه جامعه المبنى جامعه الدول العربيه اللون البرتقالي، ولاول مره هذه بتاريخ الجامعه من متى بني البناء. طبعا انا بأكد على الدعم اللي قدمه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية لهذا الحدث. هي رسالة قوية وهامة إنه جامعة الدول العربية بكافة أطيافها هي مع المناهضة العنف ضد المرأة مهما كان نوعه، سواء كان عنف نفسي أو عنف جسدي أو عنف ثقافي أو اجتماعي أو أي نوع من أنواع العنف. ينظر القضاء الفيدرالي الأمريكي دعوة اتهام مسؤولين في الحكومة القطرية بتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق عام 2017، وتشير لائحة الاتهام في الدعوة التي تقدم بها رجل الأعمال الجمهوري إليوت بودي إلى ضلوع مسؤولين في النظام القطري بتنفيذ هجوم إلكتروني على البريد الإلكتروني الخاص بأكثر من 1200 مسؤول من عدة بلدان عربية مثل السعودية والإمارات والبحرين وسوريا. وقد شملت القضية أكثر من 80 مذكرة استدعاء فيدرالية ونتائج تحقيقات الأدلة الجنائية لتتبع الهجوم إلكترونيا. أظهر استطلاع للرأي أن التأييد لحزب العمال البريطاني المعارض زاد بنسبة 4%، مما قلص الفارق بينه وبين حزب المحافظين الحاكم الذي يتصدر السباق إلى 6%. وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب المحافظين استمرت كما كانت في الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي وهي 42%، بينما زاد التأييد لحزب العمال إلى 36% قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة في 12 الجاري. تسبب الإضراب المستمر في فرنسا منذ يوم الخميس في حالة من الشلل في حركة النقل بالعاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى. يأتي هذا بينما اشتبكت شرطة باريس مع متظاهري السترات الصفراء الذين انضموا إلى موجة الاحتجاجات ضد الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها على نظام التقاعد. ونظم متظاهرو السترات الصفراء احتجاجا أمام مقر وزارة المالية لتقديم مطالبهم الخاصة بالعدالة الاجتماعية وإصلاح التقاعد.
قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زارين أن طهران ستكشف قريبا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. كانت إيران قالت في سبتمبر أنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشكر إلى إيران عقب إفراجها عن محتجز أمريكي لديها. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجه ترامب الشكر للإدارة الإيرانية على وصفه بالتفاوض الجيد للغاية الذي أثمر عن الإفراج عن المواطن الأمريكي، مضيفا أنه يمكن للطرفين أخيرا عقد اتفاق. من جانبه قال وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده أطلقت سراح أمريكي من أصل صيني احتجز في عام 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس مقابل إطلاق واشنطن سراح سجين إيراني. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن عملية إطلاق النار داخل قاعدة أمريكية في فلوريدا لا يمكن وصفها بالإرهابية حتى الآن. وشدد إسبر في كلمة له أمام منتدى ريجن للدفاع الوطني بكاليفورنيا على ضرورة إعطاء الفرصة أمام المحققين لإدلاء أو لأداء عملهم. كانت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على شبكة الإنترنت ذكرت في وقت سابق أن المشتبه به في الحادث ربما نشر انتقادا لحروب الولايات المتحدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم. قال سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة إن نزع السلاح النووي لبلاده غير مطروح للتفاوض مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه لم تعد هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن، وصفا الحوار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة مع بيونغ يانغ بالخدعة. استأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية المفاوضات بعد 3 أشهر من قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أفغانستان. وقال مصدر أمريكي إن المفاوضات تركز على خفض أعمال العنف من أجل إجراء مفاوضات أفغانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. كان موفد واشنطن إلى أفغانستان زلماي خليلزاد قد زار العاصمة الأفغانية كابل قبل استئناف المحادثات. تظاهر آلاف الأشخاص في عاصمة تشيلي سانتياغو في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد تفاقم الأزمة الاجتماعية، وتجمع الآلاف في وسط العاصمة في أجواء سلمية. ومنذ بدء الأزمة الاجتماعية في تشيلي قتل 23 شخصا وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة مع انخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة 3.4%. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مع الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحري والجوي الجنوب أفريقية سبل التعاون بين الجانبين في القطاعات كافة، كما استعرض اللقاء الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربية. من جانبه أشاد المسؤول الأفريقي بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية. نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل للمحافظين الجدد بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة. وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال لقائه بالمحافظين بالاهتمام بالمواطنين والنزول إلى الشارع والاستماع لمطالبهم. أنا بعتبره لقاء رائع جدا ويود أنه يستفيد منه كل واحد. كان بدايته طبعا اهميه كل حاجه ان احنا نهتم اساسا بالمواطن، وازاي نهتم بالمواطن وازاي ننزل ارض الواقع ونتعامل معاه بصوره فعليه. طبعا ساعات يعني سعادتكم كلكم جميعا غطيتوا هذا الموضوع واتكلمت فيه في مختلف الجرائد وسائل الاعلام، لكن انا بقول النقطه المهمه اللي فيه والمهم جدا ان هو اداهم النقاط الرئيسيه او خطه اللي يقدر يخطو بيها خطواته الاولى داخل كل محافظه. طبعا توجيهات الرئيس لينا كانت الحقيقة تطرقت لكل الملفات، وبدأنا الأول بالتوجيه بالعمل الميداني. المحافظ المفروض يبقى متواجد في وسط الجمهور بيشوف المشاكل ويتابعها ويسمع للناس ويسمع لمشاكلهم ويعمل إجراءات لحل هذه المشاكل بخطط زمنية
والناس تبقى مطلعه عليها وعارفه التوقيتات للانتهاء منها ان شاء الله. بالنسبه للاسكندريه في الحقيقه ملفات كتير، لكن احنا هنبدا بملف القمامه ونظافه الشوارع. الملف الثاني اللي هنهتم بيه المنظومه الصحيه، ودي اوصى بيها سياده الرئيس بشكل غير عادي. الملف الثالث احنا لازم نبقى متواجدين يوميا في الشارع مع المواطن لانهاء المشاكل الخاصه بيه، واي معاناه بيعاني منها نكون متواجدين معاه. تكليفات السيد رئيس الجمهوريه كانت تكليفات واضحه ومحدده لكل الساده المحافظين الجدد، كان اهمها طبعا ملف الصحه، ثم ملف التعليم، ثم ملف بناء الانسان المصري، ثم ملف تحسين البيئه العامه المحيطه بالمواطنين، ان زي المواطن ينزل يلاقي الشارع نظيف والدنيا شكلها كويس بالنسبه له، ثم الملف الاخير اللي هو تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجيه المختلفه في كل محافظه على حده. أعلنت مجلة الآثار الأمريكية عن اختيار مقبرة خويا المشرف على القصر الملكي في أواخر عصر الأسرة الخامسة والمكتشفة بجبانة سقارة الأثرية في إبريل الماضي كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2019 والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة المقبرة بحوائطها الملونة على غلاف المجلة لنسخة يناير 2020. هذا وتتميز المقبرة بنقوشها وألوانها التي ما زالت تحتفظ بحالتها الأصلية ويحاكي تصميمها المعماري أهرامات الملوك. شارك وزير البترول طارق الملا في جلسة نقاشية تحت عنوان أمن الطاقة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي حوار المتوسط في نسخته الخامسة الذي نظمته وزارة الخارجية الإيطالية في روما. وأشار الملا خلال الجلسة إلى أهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها. وأضاف الملا أن الاتفاقات التي وقعتها مصر مع أوروبا والولايات المتحدة تسهم في أن تصبح منطقة الشرق المتوسط مصدر للغاز لأوروبا، الأمر الذي يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافا سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010. وأشار المركز إلى سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6.3 مليار دولار خلال 7 سنوات. هذا ومن المخطط سداد 900 مليار دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي. شهد وزير النقل كامل الوزير تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين فرتيتي على الخط الملاحي شرم الشيخ الغردقة. وفي تصريح خاص لأكسترا نيوز أكد وزير النقل أن الخط الملاحي يختصر المسافة بين شرم الشيخ والغردقة لحوالي 2.5 ساعات فقط بدلا من استغراقه أكثر من 8 ساعات بالطريق البري. الرحلة الواحدة هتاخد من شرم الشيخ حتى الغردقة 2.5 ساعات، وده طبعا وقت قصير جدا بالمقارنة بالوقت البري. لو خدوا اتوبيس من الغردقة حتى شرم الشيخ، اولا قصرنا المسافة، تاني حاجة دي نزهة بحرية ورحلة بحرية جميلة حتى الغردقة. انتظرونا ان شاء الله في بداية العام القادم على رحلات اخرى من شرم الشيخ او من الغردقة زي ما قلت الى مارينا الجونة او مارينا الجلالة. ومارينا الجلالة دي هتفاجئوا ان عندنا في مصر مارينا متطورة جدا، مارينا كبيرة جدا تسع حتى 400 لانش او مركب، وتستقبل المراكب او البواخر العملاقة اللي زي نفرتيتي اللي ورانا دلوقتي. عقد اتحاد المسوقين مؤتمره السنوي الخامس لمناقشة الأوضاع الراهنة في مجال التسويق والتوصل إلى رؤية واضحة حول مستقبل مجال التسويق ما بعد عام 2020. المزيد في سياق هذا التقرير. ما بعد 2020 شعار تبنته الانطلاقة الجديدة للمؤتمر السنوي لاتحاد المسوقين هذا العام، مؤتمر خامس وجديد يستمر واضعا على عاتقه مناقشة أوضاع مجال التسويق الراهنة ومستقبلها في ظل التغيرات المختلفة. الحقيقة أن المؤتمرات اللي زي كده مؤتمرات مهمة قوي للسوق بصفة عامة، لأن التسويق بصفة عامة ابتدى يتقدم كل المؤسسات بتاعته، فالنهاردة بقى التسويق ما بقاش حاجة إضافية على أي مؤسسة، بقى جزء أساسي. فبقى مهم قوي أن كل الناس بتشتغل في مجال التسويق أنها تقابل بعض
وتطلع على كل ما هو جديد ما بينهم وبين بعض، ويتكلموا في المستقبل بتاع هذه الصناعة، ويتكلموا ما بين الصناعات المختلفة ببعضها. هتلاقي على الأجندة بتاعة المؤتمر النهاردة سيشنز مختلفة، كل واحدة فيهم بتتكلم على صناعات مختلفة. في ناس بتتكلم على صناعة الأدوية، في ناس بتتكلم على صناعة التسويق نفسها، في ناس بتتكلم على التسويق الإلكتروني، في ريادة الأعمال، في حاجات كتير قوي النهاردة بيتعرض لها المؤتمر. 30 متحدثا من مختلف القطاعات شاركوا في جلسة المؤتمر هذا العام، هم من قادة كبريات الشركات وخبراء في مجال التسويق والتحول الرقمي وريادة الأعمال، لتحقق جلسة المؤتمر أهدافها بتبادل الخبرات بين مختلف العاملين في المجال. شعار المؤتمر السنة دي بيتكلم على 2020 وبعد 2020. لازم برضو نوضح انه التسويق جزء كبير جدا وهام في ادارة اي عمل، سواء العمل ده خدمي او عمل انتاجي او عمل حتى سياسي او اقتصادي او مجتمعي او رياضي، لانه التسويق معناها قيمة مضافة بنديها للعميل لهذا العمل. يعني احساسي ان هو مؤتمر ناجح، لان النهاردة اللي انا سمعاه ان دي خامس دورة، خامس دورة معناها ان احنا بنبني كل سنة عن التانية، وفي ان في اقبال. شايفة ان دي فرصة كويسة جدا بين ناس عندهم خبرة، اللي بيجوا يقدموا سبيتشز واللي بيعملوا البانلز ناس سواء اكاديمية او سواء ناس بتشتغل فعليا في وعندها اكسبيرينس فوق 20 سنة، للاودينس اللي هو جاي يسمع منهم وجاي يتعرف على بعض وجاي يعمل كونكشنز، فهي فرصة كويسة من جميع المقاييس. احنا بنركز دايما على اهم القطاعات اللي بيقوم عليها الاقتصاد بصفة عامة في الماركتينج، زي قطاع الفارما بنناقش الريل استيت، بنناقش التليكوم، بنناقش الميديا، بنناقش الفارما زي ما قلت، الاف ام سي جي، عندنا بنجيب الماركت ليدرز بتوع السوق في كل المجالات يعني. وبنحب دايما نتنوع في السيكتورز كل سنه عن اللي قبلها، وبيبقى في تنوع كمان او في جزء اساسي ما بنغيروش، اللي هو الجزء الاكاديميك زي دكاتره كبار زي ابراهيم حجازي وائل كرطوم، عشان الريفرنس بتاعنا يبقى على اسس علميه مظبوطه، وبعد كده بنتشعب للماركت بشكل حقيقي الداينامكس اللي بتحصل في السوق بشكل كبير في مجالات مختلفه يعني. بدءا من احتياجات الزبائن المتغيرة إلى مستقبل التطور في مجال التسويق من تحول رقمي وذكاء اصطناعي، وحتى عملية التطور الاقتصادي وريادة الأعمال في البلاد، موضوعات الجلسات التي تضمنها المؤتمر لتخلق رؤية واضحة حول مستقبل مجال التسويق ما بعد عام 2020. ورياضيا، أكد العميد ممدوح راغب مدير استاد السلام أن الاستاد سيظل مفتوحا لكل الأندية في جميع البطولات والمنافسات خلال المرحلة القادمة، على الرغم من الاتفاق الذي تم مع النادي الأهلي ليكون الملعب الرئيسي للنادي خلال الفترة القادمة. وشدد راغب على أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم. أسفرت قرعة بطولة إفريقيا لكرة الصالة 2020 المقرر إقامتها في المغرب عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية للمسابقة مع منتخبات غينيا وأنغولا وموزمبيق. وضمت المجموعة الأولى للمسابقة منتخبات المغرب وليبيا وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا، وأقيمت مراسم القرعة في مدينة العيون المغربية التي تستضيف منافسات البطولة خلال الفترة من 28 من يناير حتى 7 من فبراير المقبلين. فاز الزمالك على ضيفه أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أحرز هدفي الزمالك أشرف بن شرقي بواقع هدف في كل شوط، ووضع الزمالك بهذا الفوز أول 3 نقاط في رصيده بعد خسارته في الجولة الأولى خارج أرضه أمام مازيمبي بطل الكونغو الذي يتصدر المجموعة ب6 نقاط. تصدر فريق مازيمبي المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على مضيفه زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات. وسجل ثنائية مازيمبي المهاجم جاكسون ميلوكا، بينما أحرز لزيسكو مافين كالينغو. وتربع مازيمبي على قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، هذا وتجمد رصيد زيسكو عند نقطة واحدة.
يواجه فريق المصري ضيفه إنوغو رينجرز النيجيرية اليوم الأحد في الجولة الثانية لدوري المجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسعى المصري لحصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب خطوة من الدور المقبل للبطولة، وذلك عقب فوزه في الجولة الأولى على مضيف وديب الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يستضيف بيراميدز اليوم الأحد فريق نوازيب الموريتانية على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. كان بيراميدز قد فاز في مباراته الأولى أمام رينجرز النيجيرية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليقتنص الثلاث نقاط الأولى في مشواره الإفريقي. إلى حالة الطقس، حيث يسود البلاد اليوم طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. إذن مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استثمار طاقات الشباب غير المحدودة في بناء الوطن. الجاليات الجزائرية بالخارج تصوت اليوم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة. قبل أيام من الانتخابات البرلمانية البريطانية تقلص الفارق بين حزبي المحافظين والعمال. مشاهدينا، بذلك نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري xnews.tv. نشكر لكم طيب المتابعة وتصبحون على خير.